صباح الخير، يوجه الخير والله يكتب حياتكم كل خير إن شاء الله. موضوع اليوم مؤلم ومؤرق. واحد مريض نفسانيا تعدى على باه وقت اختو مدينة طنجة. واحد مختل عقليا قتل بنت خوه الصغيرة وتعدى الأفراد من عائلته ناحية تنغير. جوج رواح طاحوا على يد شخصين كينعانيو من المرض النفسي والاختلال العقلي، وفي حق أفراد من نفس العائلة، وماشي المرة الأولى ولا الأخرى اللي كيتسبوا الحمقى والمرضى النفسانيين في جرائم قتل مروعة في حوادث إما عرضية أو بسبب استفحال حالتهم النفسية والعصبية. في الفيديو غادي نهضر على هاد الجريمتين بجوج اللي وقعوا البارح في نفس النهار، البارح الخميس، وغادي نهضر أيضا على اضطرار واحد البوليسي باش يستعمل السلاح الوظيفي ديالو في العيون باش يحيد واحد الخطر كان السبب ديالو واحد المختل عقليا كيتعدى على باه. غادي نهضر على هذا الشيء ونزيد نختم بالجريمة اللي وقعت في مدينة السمارة، وفيها شي حد قتل شي مرة مسكينة بعد ما احتجزها في واحد البيت مكري، والله يرحم الجميع. وصافي، نبدأ أولا بالجريمة ديال طنجة. وقعت الصباح ديال البارح الخميس 19 سبتمبر في واحد الحي وسط المدينة. الجاني في العمر ديالو 23 عام، كيعاني من مرض نفسي كيتعالج منه. البارح للأسف الشديد الحالة ديالو زادت سوءا حتى غادي يتسبب في القتل ديال اختو الشقيقة اللي كبيرة عليه ب5 سنين، وغادي يسببها بجروح. المتهم كان كيضرب باه بدارهم وتدخلات اختو باش تمنعو وتفك باها من يدو وتحول او تحول دون وقوع الأسوأ. لكن أسوأ من ذلك هو اللي وقع. الاب مسكين هرب، خرج لبرا وبدا كيغوت، والبنت بقات ما بين يديه وخا دخلات تخبات في الشومبر ديالها. غادي يلحق عليها ويعرضها للضرب والجرح بواحد الموس، الشي اللي ادى للوفاة ديالها متأثرة بالجروح اللي تصابت بها. الله يرحمها مسكينة، الله يرحمها يوسع عليها. اليوم الجمعة غادي تدفن في المقبرة قريبة من الحي، والأخ القاتل تشد دابا راه في الضيافة ديال البوليس كيحققو معاه حول أسباب وظروف وحيثيات هاد الجريمة البشعة. الناس ديال الحومة مصدومين كما العائلة طبعا، مصدومين على الشي اللي شافوه البارح. مشهد جد جد مؤلم. الناس سمعوا الغوات في دار جارهم وخرجوا يشوفوا. للأسف للأسف الشديد مشهد مروع. الولد فاق ديك الصباح شاعل نرفز، هز واحد الشفرة كبيرة بيقتل باه. ملي تدخلت ختو وهرب باه غادي يقتل ختو. بس مسكينة مشات تخبات في بيتها، والأب هرب الزنقة وبدا كيغوت للناس باش يعتقوا الروح ويطلب منهم باش ينقذوا بنته اللي كانت كتطل من السرجم كتغوت قبل ما يتمكن منها الأخ اللي كان في حالة هيجان ويعلم الله شنو به. حتى حد ما قد يتدخل، كل شي خاف على راسه. الأخ قتل أخته وخرج جلس في وسط الدار حتى غادي تجي البومبية ويحضروا البوليس ويداوى. ماشي الجريمة هي الوحيدة اللي وقعت البارح الخميس، والسبب ديالها المرضى النفسانيين. حتى دوار أيت مراو بجماعة أغيل النمكون في تنغير شهد حادث أكثر مأساوية وإيلما. القاتل هو شخص في العقد السادس من عمره كيعاني تهو من اضطرابات نفسية، ودار مجزرة حقيقية في حق أفراد عائلته. هاد الشخص اللي شدوه جدرمية ديال سرية تنغير دابا راه في الحراسة النظرية، قتل بنت خوه. بنت خوه العمر ديالها ما كيتجاوز 10 سنين. واكثر من هاد الشيء هجم على باقي افراد العائله من نفس العائله. تعدى الاربعه منهم صابهم جروح متفاوته، هما جوج عيالات ديال خوتو وطفلين لشقيقيه. هادو مساكن كلهم تصابوا بجروح متفاوته الخطوره، تهزوا اثرها للسبيطار فين كيتعالجوا. ويا رب لمس فيهم ويعافيهم، والله يرحم الطفل المرحومه كما الضحيه الاخت ديال ديك الجاني ديال طنجة. هاد الجاني ديال تنغير كيعاني من اضطرابات نفسيه وتشد، حتى
حتى هو جاري التحقيق معاه بعد ما ارتكب هاد المجزرة الجريمة في حق أفراد العائلة ديالو، عائلة خوتو وولادهم. هاد الأيام يا العياذ بالله أهجوا فيها المرضى النفسانيين. حتى في مدينة العيون في الجنوب المغربي وقع حادث واحد آخر هو مأساوي. مفتي الشرطة في ولاية أمن العيون استعمل السلاح الوظيفي ديالو الفردي باش يكبح الاندفاع ديال واحد السيد منتصف العشرينات من عمرو، حتى هو كتظهر عليه علامة واضحة للخلل العقلي. كان في الشارع مسلح سكين وفي حالة اندفاع قوية وهدد المواطنين والعناصر ديال القوات العمومية. المعتدي تعدى على باب سلاح أبيض قبل ما تدخل دورية أمنية، لكن هذا المختل قاوم العناصر ديالها وواجههم بعنف. كما تعدى على باه يمكن يستخدم واحد الموس كبير وتسبب في إصابة عنصرين من القوات العمومية بجروح متفاوتة قبل ما تتم السيطرة عليه بعد اللجوء لاستخدام السلاح الوظيفي. اللجوء للسلاح الوظيفي تم بعد ما استخدموا البوليس ديك المنظومة ديال السلاح البديل، ومفتي الشرطة طلق عليه رصاصة تحذيرية جاتو في الأطراف السفلى، الشي اللي يمكن تحيد الخطر الناتج على هذا الاعتداء العنيف اللي كان بصدده. للأسف الشديد الحمقى خصهم السبيطارات ديال الحمق، المرضى النفسانيين خصهم يتعالجوا، خصهم يبقاو بيناتنا كقنابل موقوتة ممكن تنفجر في وجه إما الأقارب ديالهم أو في الشارع العام، ويقدر يمشي فيها ضحايا إما من العائلة ديالهم أو من الناس العاديين اللي كيصطفون. دابا خليونا هاد الحكاية الثلاث ونبقاو في الجنوب المغربي ونمشيو لمدينة السمارة، ومنها منين غادي نختم هاد الفيديو ونتحدث على الحادث ديال القتل. واحد الجانح قتل واحد السيدة في دارها أو بالأحرى واحد الغرفة مخصصة للكراء. هي الجريمة اللي كتشوفوا منها هاد اللقطات اللي رافقت لزت الفيديو، هي ديال تمثيل الجريمة اللي ارتكب هاد المتهم اللي كيبان بجلابة البيضاء. والبارح الأربعاء تم تمثيل الجريمة ديال القتل ديال السيدة في الخمسينات من عمرها من طرف هاد الجاني اللي كيبان واللي عرضها للاحتجاز في واحد الغرفة مخصصة للكلى وضربها حتى ماتت مسكينة الله يرحمها وهي في الخمسينات من عمرها. شدوه البوليس ديال المدينة في عملية أمنية مشتركة مع المصالح ديال الدي اس دي قبل ما تتم العملية ديال تمثيل الجريمة. كما كتشوف السيد كان في حالة سكر من اللي قتل الضحية واحتجزها في ديك الغرفة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكتب في ريوسنا الخير وفي ريوسكم أيضا، وشكرا لحسن استماعكم. معذرة على بشاعة هاد الوقائع ديال هاد الجرائم اللي هضرت عليها في هاد الفيديو، الله يبعد عليكم وعلينا وعلى كل واحد عزيز عليكم وعلى كل إنسان، الله يبعد عليكم جميعا كحل الراس والمدرجات، والله ينجيكم نتوم والأفراد ديال العائلات ديالكم. وشكرا إلى فرصة لاحقة إن شاء الله.